بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. الله المستعان. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من عذاب القبر. المسألة الثانية من مسائل الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه بعد سؤال الملكين. وحياة القبر هي فترة البرزخ، البرزخ بين الدنيا والآخرة، والوجود في القبر هو الغالب في تلك الفترة. يعني المقصود بعذاب القبر مش لازم يبقى قبر، يعني لو واحد أكلته السباع، واحد غرق في البحر. لذلك نقول لو أن إنسانا أكلته السباع أو حرق وذر في البر والبحر أو غرق في الماء، فهذا أيضا يناله النعيم والعذاب. فكلمة القبر المقصود بها الأغلب من حال الناس في البرزخ، لكن لو كان في غير قبر فهو يناله من النعيم والعذاب أيضا ما شاء الله، بعد سؤال الملكين له: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. وقد استفاضت الأحاديث لذلك، بل لو قلنا تواترت صح ذلك، العبارة الأصح نقول تواترت، الصحيح بس منها عن أكثر من 30 صحابيا، الصحيح فقط غير الأحاديث الضعيفة، يعني ثابت عن أكثر من 30 صحابيا إثبات عذاب القبر، وعند الجمع أكثر تكون أكثر من ذلك. ولو جمعنا الضعيف بقى كذا، يعني كطريقة العلماء في عد المتواتر، يجمعون الصحيح مع الضعيف زي ما كثير عمل في الإسراء والمعراج في التفسير، جمع كل الطرق الصحيحة والضعيفة، فيكون أكثر من يعني من هذا العدد. ولذلك من علم هذه الأحاديث قامت عليه الحجة، ومن لم يعلمها فهو مقصر في طلب العلم، إن أنكر عذاب القبر فهو ضل مبتدع، لكن إن أنكره بعد العلم بالأدلة القطعية فهو كافر. وهذا الأمر حسب انتشار العلم به زمانا ومكانا، لكن عامة العلماء على أن إنكار عذاب القبر على طريقة المعتزلة فيه التبديع إلا بعد إقامة الحجة. قال الله عز وجل: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وثبت أن ذلك في سؤال القبر كما ذكر المفسرون الآية الكريمة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال: نزلت في عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. من أنه جزء في الآية؟ القول الثابت هو لا إله إلا الله، ثبت الله المؤمن عليه في الحياة الدنيا وثبته عليه في الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة. فهو إذا سئل عن لا إله إلا الله محمد رسول الله قال ذلك في القبر، فهذا التثبيت في الآخرة. وكذلك يقال للناس يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الآخرة أيضا. ويضل الله الظالمين، أي الكافرين والمنافقين في هذه الآية. فهذا الذي يقول ها لا أدري، وكذلك يوم القيامة يضلهم الله فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله، وكنا نعبد عزير ابن الله، وكانوا يعبدون الطواغيت فيتساقطون في النار. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وقال عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. أغرقوا فأدخلوا نارا، قال ابن كثير رحمه الله: أدخلت أرواحهم النار في البرزخ، ثم يوم القيامة تسلك الأرواح في الأجساد،
ثم تدخل في نار جهنم والعياذ بالله، نعوذ بالله من النار. ظاهر هذه الآية إثبات أن عذاب القبر في السور المكية لكن للكفار. السور المكية تضمنت إثبات عذاب القبر ولكن كان في الكفار، ولذا لما قيل هل عذاب القبر ثابت في السنة أم ثابت بالسنة والكتاب والسنة، هو ثابت بالكتاب والسنة لكن في الكتاب عذاب الكفار فقط، وأما بالنسبة لفتنة المؤمن وعذاب بعض المسلمين فهو ثابت بالسنة فقط. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت اليهودية لعائشة رضي الله عنها أعاذك الله من عذاب القبر، فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما تعذب يهود، ثم قال لعائشة أما شعرت أن الله أنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم نحوا أو قريبا من فتنة الدجال؟ فدل ذلك على أن الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة تفتن في قبورها كان متأخرا، وأما ما كان قبل ذلك فهو من أدلة عذاب الكفار، والله أعلم. وقال عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أعوذ بالله. فمن عذابهم قبل يوم القيامة النار يعرضون عليها أول النهار وآخرة. ومن الأدلة من القرآن أيضا قول الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون، وهي من أصرح الأدلة في أن عذابهم من يوم موتهم، وباسطوا أيديهم أي بالضرب، فالملائكة تضربهم حين خروج أرواحهم، وكذا قوله عز وجل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، فهم يذوقون عذاب الحريق من ساعة احتضارهم من يوم موتهم، نعوذ بالله من ذلك. ومن الأدلة على حياة البرزخ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من عذاب القبر حين قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. هذا الحديث تواتر عن جماعة من الصحابة قولا وفعلا، أعني أن الرسول كان يتعوذ بالله من عذاب القبر ويأمر بذلك، وكان صلى الله عليه وسلم إذا تشهد قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اتفق على صحته. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما، وطبعا في الرواية الأخرى بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، نعوذ بالله. وذكر صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب أن المؤمن في قبره يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها، وأن الكافر يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. عن البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكث في الأرض، يعني جلسوا صامتين. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، انقطاع من الدنيا في آخر دنياه وإقبال من الآخرة لأنه يقبل على البرزخ وهو أول منازل الآخرة،
قال نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، يعني من النور الذي فيها، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. الحنوط هو الطيب الذي يوضع للميت، هذا دليل على أن الروح تكفن وتحنط كما يحنط أهل الإسلام البدن ويكفنونه. قال صلى الله عليه وسلم نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، من في السقاء يعني بسهولة ويسر، كما تسقط حبة الماء من فم القربة فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب أو ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، يعني كل الألقاب الحسنة التي كان يسمى بها تقال عنه، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتحون، فيستفتحون له فيفتح له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. عليين من العلو وهو في أعلى الجنان، يكتب اسمه في أسماء أهل الجنة ويعاد فعاد روحه إلى الأرض. قال فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ولا يلزم من ذلك بقاء الروح في الأرض، فإنه بعد أن تعود يفتح لها باب إلى الجنة، يمكن أن تدخل الجنة بعد ذلك، ولذا لا تعارض بين هذا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. فالروح لها أحوال وانتقالات إن كانت حرة. قال صلى الله عليه وسلم فتعاد روحه في جسده، يعني باتصال آخر غير الاتصال الذي كان حال الحياة، وذلك بعد أن تدفن الجنازة. فحين كانت الجنازة تعد كانت هناك جنازة للروح في السماء، يشيعه من كل سماء مقربوها، ثم تعاد روحه إلى الأرض في جسده الذي صار في قبره، تتصل به اتصالا خاصا أشبه ما يكون بالاتصال عند النوم، لكن ليس مثله بكيفية لا نعلمها، لكن لما كان النوم أخو الموت، وهو موت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، فذكرنا هذا التشبيه للتقريب لا للتكييف. قال ثم فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها من روحها فيأتيه من روحها من راحتها ونعيمها، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد،
فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يا رب هي كده، انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، لأنه منتهي حياته ويقبل على الآخرة، مش دي مش إقبال القلب، مش إن أيوة هو الاثنين دي ساعة احتضار. المؤمن والكافر كل منهما في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، مش إقبال القلب على الآخرة يعني الاهتمام بها، لا، إن العبد إذا أوشكت حياته على الانتهاء. ولذلك المؤمن والكافر كلاهما كذلك، مش خطأ مطبعي، الاثنين انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. وإن العبد الكافر، قال صلى الله عليه وسلم، وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح ثياب سوداء، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، نعوذ بالله، فتفرق في جسده، تفرق تفزع وتتفرق في جسده، تهرب، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود الشوك أو الخطاف الذي يعلق فيه اللحم، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض، على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها، السموم هي الريح الساخنة، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، تختلف الأضلاع، تصبح اليمين شمال والشمال يمين، الأضلاع متباعدة أصلا، لو أن إنسان ضم حتى تلاصقت الضلوع تكسرت وتكسرت عظامه، فتخيل أنه يضيق صدره حتى تختلف الأضلاع، يشعر هو باختلاف الأضلاع. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة، يا رب نسأل الله العافية، اللهم نسألك العافية. من شك في عذاب القبر ونعيمه أو جعله مما لا فائدة فيه، ونحن نتكلم ليه عن المسائل التي ليس وراءها عمل، ونعوذ بالله من الضلال.
وأي عمل أهم من عمل القلب، وأي قول أهم من الاعتقاد الصحيح، أو أن الكلام فيه أو قال من شك في عذاب القبر أو ونعيمه أو جعله مما لا فائدة فيه أو أن الكلام فيه لا ينبغي فهو ضال، ولو أقيمت عليه الحجة وأصر بعد قيامها عليه فهو كافر. لكن هذه المسائل مما يجهله كثير من المسلمين، فلا بد من إقامة الحجة. أما المسألة الثالثة من الإيمان باليوم الآخر، فهو الإيمان بأشراط الساعة، أي علامات الساعة، علامات قربها، علامات القيامة. وهناك أشراط قد حدثت ومضت، وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأننا في آخر الزمان منذ بعث عليه الصلاة والسلام، بل في آخر الزمان قبل ذلك، في حديث داود، حديث آدم وعرض ذريته عليه، أنه سأل عن داود فقيل له هذا رجل في آخر الزمان من ذريتك يقال له داود. فمن أيام سيدنا داود ونحن في آخر الزمان، والأمر نسبي، وهو بالنسبة فعلا إلى ما اكتشف من آثار إنسانية منذ ما يذكرون من 750,000 سنة، الله أعلم، ليس بمستبعد، يبقى آخر 3,750 وربما أكثر إلى 1,000,000 سنة مثلا، يبقى آخر 3 في 1,000، 3,000 سنة دول 4,000 سنة، يبقى في الآخر فعلا، يعني 4 في 1,000 ليس نسبة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشراط كبعثته وموته وفتح بيت المقدس والفتنة التي وقعت بين الصحابة بعد مقتل عثمان، ثم اجتماع الأمة بعد ذلك، ومنها قتال الترك، ومنها فتح قسطنطينية، كل هذا قد مضى وغير ذلك. ومن الأشراط ما يقع ويزداد، وهو من جنس الأمور المعتادة مثل الفتن، فيكثر القتل وتكثر الزلازل ويقل العلم ويكثر الجهل وتنتشر المنكرات والفواحش ونحو ذلك. ومنها الأشراط الكبرى، يعني الأشراط 3 أنواع، منها ما مضى وانقضى كما ذكرنا أمثلة، ومنها ما وقع ويزداد ويتصل بالأشراط الكبرى، ومنها الأشراط الكبرى. أولها ظهور المهدي، وهو رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله، وهو يكون من أولاد فاطمة من نسل الحسن رضي الله عنه، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، هذا ثبتت به الأحاديث، خلافا للرافضة الذين يجعلونه من نسل الحسين ويجعلونه طفلا صغيرا دخل استرداد منذ أكثر من 1,000 سنة، وهو المسمى بمحمد بن الحسن العسكري، هو من نسل الحسن ابن فاطمة، حسن بن علي ابن فاطمة، وليس من نسل الحسين كما يزعمون، بل الصحيح أن العسكري هذا ليس له نسل ولم يعرف له ولد، وإنما هو خدعة خدع بها الرافضة عبر التاريخ. واسترداب في مدينة سامراء أو سر من رأى، وكانوا إلى عهد قريب لا يزالون يذهبون بالحمير إلى باب استرداب كل يوم انتظارا لخروج ذلك المهدي المزعوم، ويذكرون أن غيبته غيبة صغرى وغيبة كبرى. الغيبة الصغرى الفترة التي كانوا يخدعون أتباعهم فيها بذكر الأخبار عن هذا المهدي، وفيها ألف الكتاب المضل الكافي لزعم أن الكلين كان أو يعني أحدهم كان يأخذه عن ذلك الإمام، ثم لما عرفوا أن يعني الكذبة قد فضحت فقالوا غاب غيبة كبرى، فصار لا يكلم أحدا ولا يعرف له مكان في الأرض ولا حتى داخل استرداب، فكان حد يخش استرداب يدور، يخرجوا بعد ما أصبحت لهم مملكة مرات عديدة. سبحان الله، لو لم يكن من الدنيا
لو لم يبق من الدنيا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث المهدي من أهل بيتي اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. الظاهر من يملأ الأرض يعني يملأ أرض الإسلام، لأن عيسى صلى الله عليه وسلم هو الذي يقتل الدجال واليهود، وأما الروم فالملحمة قبله. الذي يظهر من مجموع الأدلة أن المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم ينزل ويصلي خلف المهدي، ولكن ليس هناك نص قاطع في ذلك. هو الحديث فيقول إمامهم، إذا نزل عيسى عند المناطق البيضاء الشرقية دمشق، فيقول إمامهم تعال صلي لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أئمة تكرمة الله لهذه الأمة، فيصلي عيسى ابن مريم خلفه. الذي يظهر أنه هو المهدي، وبعض العلماء يقول فيقول إمامهم المهدي، لكن يظهر أن هذا من التفسير. قد ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية جملة من الأخبار في إثبات المهدي، وأحاديث المهدي متواترة، فمن أنكره فهو جاهل أو مبتدع، وأحسن أحوالي أنه جاهل، لأن الأحاديث لا يمكن إنكاره. طبعا من الكتب القيمة في ذلك كتاب فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل، كتاب المهدي حقيقة لا خرافة. لوثة الرد على الرافضة بإنكار كل ما يقولون دفعت البعض إلى أن ينكروا عليهم وجود المهدي أصلا، ونحن لا نرضى هذا المسلك. فالشيعة الرافضة غلاة في الكذب والضلال وفي الغلو في أئمتهم، و ومن ذلك زعمهم أن محمد بن الحسن العسكري هو الإمام الثاني عشر عندهم دخل السرداب منذ أكثر من 1200 سنة ولم يخرج اليوم، وهم ينتظرونه ويعدونه المهدي المنتظر، ويزعمون أنه يجب ألا تقام الخلافة ولا أي شيء من ذلك انتظارا من يعني من الواجبات انتظارا للمهدي، لأن الأئمة عندهم 12 إماما لا يصح أن يكونوا 13. اخترع أنه المهدي أيضا من الضلال الذين ضلوا في هذا جماعات كثيرة، ومن أكفرهم محمد غلام قدياني الذي في الحقيقة ادعى المهدي وأنه المسيح، فقال أنه المهدي المنتظر والمسيح الموعود، وادعى أنه يوحى إليه فكفر بادعاء النبوة كفرا بواحا لا خفاء فيه. المسألة الثانية من مسائل الشطر الساعة الكبرى ظهور الدجال، والأحاديث في ذلك مستفيضة، بل لو قلنا متواترة لم يبعد. ومن العجب أن ينكره بعض أهل يعني الفضل المعاصرين، لكنها زلة من الزلات الهائلة. الشيخ رشيد رضا ينكر الدجال ونزول المسيح عيسى مريم رغم ما عرف من سلفيته، لكن هذه المسألة ليس سلفيا، وهذه من الزلات الخطيرة بلا شك. الأحاديث في ذلك مستفيضة، وهو رجل من بني آدم فيما يظهر، لأن ابن صياد قال إني لأعلم اسمه واسم أبيه. أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، يعني مطفوءة ليس فيها نور، عليها ظفرة فهي مطموسة، والأخرى الشمال ناتئة بارزة اللي طافئة بقى، هي والصحن هنا كأن عينه عنبة طافئة، طافئة يعني مطفوءة لا نور فيها، والأخرى طافية بمعنى عنبة بارزة اللي هي ناتئة بارزة، فهو عور في عينيه واليمنى مطموسة تماما، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن ولو لم يكن قارئا، وهو موجود الآن كما أخبر تميم الداري النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فصدقه، فهو موجود في إحدى جزر البحر من جهة المشرق في بحر من البحار الشرقية، ممكن بقى لغاية المحيط الهادي، جزيرة مهجورة ممكن في الهندي في الهادي في بحر العرب الله أعلم، لأن تميم لما لعب البحر
الموج بسفينتهم شهرا لم يدروا أين هم إلا أنهم كانوا في بحار المشرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قبل المشرق. مكبل بالحديد كما في حديث تميم الداري في مسلم، ومن أمره أنه يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ويبدأ أمره بأن يقول إنه رسول الله وأنه المسيح، ثم بعد ذلك يدعي الإلهية، وهو يهودي وأعوانه من اليهود. يتبع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم طالسة. وفتنة الدجال فتنة عظيمة، هي أعظم أمر ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة، فهو يكون معه جنة ونار، التي يراها الناس جنة هي نار تحرق، والتي يراها الناس نارا هي ماء عذب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع الإنسان في الذي يراه نارا. يأتي بخوارق عظيمة يفتن بها الناس، ويتبعه كثير منهم، ويسلط على رجل واحد مؤمن من أهل المدينة يشهد أنه الدجال، فينشره الدجال يقطعه قطعتين ويمشي بينهما، ثم يقول له قم، فيحييه الله فتنة للناس، ويسأله الدجال هل تؤمن بي، فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. أنت الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح، معهم أسلحة حرس، مسالح الدجال، فيقولون له أين تعمد، أين تقصد، فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج، فيقولون له أو ما تؤمن بربنا، فيقول ما بربنا خفاء، ربنا يعلم أنه ليس فيه صفة النقص كالعور، فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه، فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر الدجال به فيشبح، يجعل على بطنه، فيقول خذوه وشجوه، يضربوا لغاية ما يقطعوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول أو ما تؤمن بي، فيقول أنت المسيح الكذاب، قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار، ينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له قم فيستوي قائما، ثم يقول له أتؤمن بي، فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرا، ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا، فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس إنما قذفه إلى النار، وإنما ألقي في الجنة، فهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. رواه البخاري ومسلم وأحمد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.